إن الإنسان لا يدري أين مواطن الخير، لكنه يخلص النية ويدعو ربه ويستخيره ثم يرضى بقدر الله. والإنسان يبقى مهما بلغ علمه، مهما بلغت منزلته، مهما بلغ فضله، حتى الأنبياء والمرسلون في هذا المقام مثل غيرهم، يجهل أحدهم أين مكمن خيرة الله. قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وهذا نبي الأمة ورأس الملة يقول.